اهلا بيكم من جديد. وصلنا لاخر فقراتنا، فقره سهم وخوص، وخلاص جت لحظه الحسم. الارجنتين ضد فرنسا في نهائي فريد من نوعه لكاس العالم، فيا ترى هيكون ختام حلو لميسي، هيكون ببسمه تخليه يقفل اللعبه، ولا فرنسا هتواصل هيمنتها على كاس العالم بلقب جديد في مونديال قبل بدايته لم يكن يتوقع اي حد ان هو هينتهي بوجود منتخب عربي في المركز الرابع. تفاصيل اكتر عن مباراة النهاية النهاردة مع ضيفنا العزيز اللي دايما بيشرفني وجوده معايا في استوديو نهارك ابيض، عطية عبد الخالق. عطية اهلا بيك. صباح الفل. نهارك صباح ابيض الفل. انجي عامله ايه؟ نهارك ابيض. توقعت انت بقى النهائي انه هيكون بين الارجنتين وبين فرنسا، صح؟ ده حقيقي. كنا في دور ال 16 مع احمد ورسمنا كده الخريطة ومشيت بقى ان فرنسا هتطلع الناس كلها اللي في سكتها، سواء انجلترا بقى وبعد كده، والناحيه الثانيه طبعا كان البرازيل والارجنتين، وكنت توقعت طبعا ان البرازيل هتعدي كرواتيا. للاسف كرواتيا كسبت، حرمتنا من نص نهائي ممتع، ولكن صحيح. الارجنتين في النهايه لما توقعت ان الارجنتين تكسب البرازيل برضو في نص النهائي. ما توقعتش ان البرازيل وفرنسا هيكونوا في النهائي. لا قلت انا خلاص نفسي النهائي توقعت كده فرنسا ارجنتين، لان الارجنتين سيمي فاينال مع البرازيل تكسب البرازيل زي ما عملت في اخر كوبا، من تقدر تكسب البرازيل. الارجنتين من المنتخبات اللي تقدر تكسب البرازيل، لكن كرواتيا فاجئتنا وفاجئت الكل. ولكن مع ذلك لما عدت البرازيل وصلت السيمي فاينال، خسرت امام المنتخب الارجنتيني، واديتنا فرصه ان احنا نحلم بكاس عالم تاريخيه وكاس عالم مستحقه لاسطوره كره القدم، وافضل من لمس كره القدم في وجهه نظري المتواضعه انه ليونيل ميسي مش بس على مستوى الارقام وعلى مستوى الانجازات، هو كمان لعيب بيمتعك بادائه الفردي ولمحاته الفرديه، وانت قاعد بتتفرج على الماتش بمجرد الاي تيست زي ما بيقولوا كده، انت شايف لعيب ممتع، لعيب بيتضغط عليه باثنين وبثلاثه وبيطلع برده بالكوره وبيطلع بهجمه، ولعيب مؤثر مع فرقته، لعيب شايل احلام فريق. مع احترامنا لكل الاسماء الموجوده في المنتخب الارجنتيني، اسماء متواضعه بدايه من حارس المرمى مارتينيز وحارس مرمى استون فيلا، فرقه من الفرق اللي هي بتصارع على الهبوط في اخر سنتين ثلاثه في الدوري الانجليزي، لاعب وسط من برايتون من انديه وسط الجدول اللي هو ماك اليستر، لعيبه جوليان الفاريز ده المهاجم اللي هم بيعتمدوا عليه، ده راجل بديل في مانشستر سيتي مع بيب جوارديولا، بديل عشان طبعا ما بيلعبش في وجود ايرلينج هالاند. فاللعيبه والاسماء الموجوده في الارجنتين بتخلي اللي بيعمله ميسي اعجازي، وان هو الراجل ده لازم يستحق ان هو يتوج بكاس العالم. المباراه مش هتكون سهله طبعا، وهنتكلم في تفاصيلها فنيا، ولكن احنا يعني عشمانين في ان ميسي ياخد اللقب ان شاء يعني الله. يعني هنيجي للكلام عن ميسي، وهنيجي للكلام عن جوليان الفاريز، وهنتكلم عن كل التفاصيل ديت، بس خلينا في الاول نتكلم عن المنتخب المغربي بس نبدا كلامنا بيه، طيب. وبعد كده بقى ايه نرجع نتكلم عن مباراه النهارده. طيب. هل كنت تتوقع، انت قلت ان انت توقعت النهائي، لكن هل كنت تتوقع ان منتخب عربي منتخب المغرب يصل للمركز الرابع ويكون موجود في المربع الذهبي؟ لا ده لا انا ولا غيري، يعني ما كانش حد فينا خالص ابدا، ولا حتى قبل البطوله ولا حتى بعد ما شفنا المنتخب المغربي في دور المجموعات، توقعنا انه ممكن يكون المنتخب المغربي واحد من المنتخبات الموجوده في السيمي فاينال ثم المربع الذهبي، وان احنا نوصل لدرجه ان احنا زعلانين انه المنتخب المغربي بيخسر من فرنسا في سيمي فاينال كاس عالم قدام ابطال العالم اصلا وحاملين لقب، وبعد كده 2-0 ويقدم مباراه عظيمه جدا على المستوى الهجومي، فنبقى زعلانين بعد كده ان هو ما وصلش المباراه النهائيه، دي لا يمكن يكون حد توقعها بصراحه. لان المنتخب المغربي قدم بطوله عظيمه، خسارتهم امام كرواتيا امبارح ما تقللش ابدا من حجم الانجاز اللي اتعمل. شايف ان هم امبارح كانوا يقدروا ان هم يحصدوا المركز الثالث وياخدوا الميداليه البرونزيه قدام كرواتيا؟ هو امبارح بس الارهاق تمكن من اللعيب للاسف، يعني الارهاق والاصابات خاصه في الخط الدفاعي كله، سواء بنتكلم على اي حد من الاسماء اللي موجوده، وشفنا يحيى عطيه الله، وشفنا يميك، وشفنا اشرف داري بيشارك في اوقات من المباراه، وشفنا حتى بدر بنون بينزل من مقاعد البدلاء، كل دي اصابات في خط الدفاع بتغير بالكامل، وده ادى الى اجهاد العناصر ان انت مش في كامل الجاهزيه الذهنيه والبدنيه، فحتى في كرواتيا عملت فرص خطيره امبارح كتير جدا كان، لكن الماتش امبارح ما كانش بتاعهم، ما كانوش في افضل حال. المجهود اللي اتبذل امام منتخب فرنسا مجهود بدني ومجهود بدني كبير جدا في مواجهه فرنسا، ان بتتكلم على سرعات وبلياقه بدنيه، وان انت اصلا ازاي تقفل على امبابي وتشاوميني وجريزمان، ده كله ارهق المنتخب المغربي وخلاه يظهر بالشكل اللي هو ظهر بيه امبارح امام كرواتيا، منتخب يعني خلاص انهك تماما، كان بيحلم ان هو يوصل في فاينل كاس عالم ووصل مركز طموحاتنا جدا جدا، والمركز الرابع ده حاجه عظيمه جدا، يعني ناس معتقده انه خلاص انا خسرت الثالث والرابع يبقى انا كده، لا ما لا طبعا، انت وجودك في ضمن الاربعه الكبار في بطوله إنجاز. تاريخيه، وهيتكتب بعد كده ان انت اي حد هيجي يشارك
في كاس العالم منتخب عربي خلاص هننسى بقى فكره بقى ان احنا نروح نلعب ماتشين ونيجي صحيح. خلاص لا لما ليه لا طب ما هو المغرب عملها يعني احنا خلانا بعد كده هنصدق في ان احنا كمنتخبات عربيه كمنتخبات افريقيه نقدر ان احنا نعمل حاجه مش بس مجرد ان احنا نكسب ماتش ونقول اه احنا كسبنا ماتش زي ما السعوديه عملت في بدايه البطوله وكسبت ماتش وبعد كده الضغط بقى الاعلامي والتهويل في الموضوع خلى اللعيبه اصلا تنسى اللي هي عملته لا النهارده عندنا منتخب عربي وصل المركز الرابع في كاس العالم ده يخلينا بعد كده ان احنا اي منتخب ان شاء الله جاي وفي مقدمتهم طبعا المنتخب المصري باذن الله في 2026 ان احنا نوصل لابعد مكان ممكن صحيح. في كاس العالم يعني الفعل اللي عمله المغرب ده زي ما قلت في الانترو خلينا خلاص ننسى كلمه التمثيل المشرف دي مش هتكون في قاموس المنتخبات العربيه اللي هتشارك بعد كده هو ده التمثيل المشرف بصراحه اللي جاي. يعني هو ده التمثيل المشرف ان انت توصل وتبقى في مركز رابع على المستوى ده التمثيل المشرف صحيح. فعلا خلينا نتكلم عن وليد الركراكي يعني الانجاز اللي عمله وليد الركراكي هل شايف انه اضاف قيمه جديده لقيمه المدرب الوطني صحيح. فكره انه مدرب وطني عربي يصل بمنتخب بلاده للمنطقه دي شايف ان ده خلى خلاص بقى حته المدرب الوطني دي هتبقى في حاجه في حته تانية صحيح وهو زي ما اتكلمنا على المغرب ان هو منتخب عربي وافريقي وصل لسيمي فاينل فخلى الناس تصدق ان المنتخبات دي تقدر توصل نفس الفكره بالنسبه للمدرب الوطني او المدرب المحلي ان احنا نبتعد بقى عن فكره عقده الخواجه وان احنا نجيب مدرب اجنبي عشان يمسك الفرقه سنتين ثلاثه يوقع الفرقه وبعدين يمشي فالنهارده وليد الركراكي انا متابع تصريحاته حتى من قبل كاس العالم لما القرعه جابتهم مع كرواتيا وبلجيكا وقال لك احنا الحظوظ متساويه كان كل الناس بترشح كرواتيا وبلجيكا وقال لك خلاص المغرب لو خدت ثالث مجموعه على كندا يبقى كده كتر خير الدنيا لا هو قال لك ان الحظوظ متساويه وصل اول مجموعه في دور ال 16 قال لهم يعني احنا لسه ما حققناش حاجه وانا مش عارف ليه الناس بتحتفل كسبوا اسبانيا قال لك احنا لسه برده ما عملناش حاجه احنا طالما وصلت دور الثمانيه اقدر ان انا انافس على اللقب واقدر ان انا اناطح كبار المنتخبات وشفنا بيطلع كريستيانو رونالدو والبرتغال في دور الثمانيه وبيوصل بعد كده للسيمي فاينل فانا متابع تصريحاته فكره العقليه الاحترافيه او عقليه ان احنا يا جماعه احنا منتخب طالما وصلنا للمرحله دي يبقى احنا نقدر نعمل كده يعني ليه ما نصدقش في نفسنا ونصدق في قدراتنا فدي دي الميزه اللي كانت عند وليد الركراكي واللي تخلينا نصدق المدرب المحلي اكتر من المدرب الاجنبي المدرب المحلي مدرب صغير في السن كمان انه مش موضوع مش بس لازم يكون مدرب سنه كبير وعنده خبرات كبيره قبل كده عشان يقدر ان هو صحيح والمدرب الصغير لما يخش في التجارب اللي زي دي هتضيف له هو للسي في بتاعه وتضيف له خبراته هو اكيد لو ساب المغرب بعد البطوله دي هيبقى في نادي كبير لانه خلاص حط لنفسه سي في ان انا موجود رابع عالم فده ما جاتش بالصدفه يعني صحيح طب لو هنتكلم عن الدروس المستفادة من المنتخب المغربي من وليد الركراكي ايه الدروس المستفادة اللي احنا كمصريين نقدر نستفاد منها عشان بنتمنى ان احنا نعمل حاجة في كاس العالم اللي جاي مش زي ما قلنا نروح بس مجرد ان احنا نلعب ماتش ولا اتنين ونرجع ايه يعني المستفادة اول حاجة التخطيط اخطط ابقى عارف انا مثلا في خلال اربع سنين هعمل كذا ويمكن ده اللي حصل مؤخرا لما تم التعاقد مع فيتوريا مدير فني المنتخب قال لك هو الراجل تعاقده لحد كاس عالم 2026 يعني لو خسر مش هنمشيه ونجيب مدرب محلي ويقعد ماتشين وبعدين ندور على حد قال لك لا هو الراجل قاعد وفقا لتصريحات اعضاء اتحاد الكوره قال لك الراجل قاعد لحد 2026 فدي اول خطوه مهمه جدا تاني حاجه تستغل الماتشات الوديه يمكن خطا اللي احنا وقعنا فيه في التصفيات كاس العالم الاخيره ان احنا ما استغلناش فترات التوقف الدولي في ان احنا نعمل ماتشات وديه تعلي الرانك بتاعنا او تعلي التصنيف بتاعنا فلما تيجي تعمل قرعه بعد كده يبقى احنا منتخب تصنيف اول افضل ما نقع في منتخبات التصنيف الثاني فنخبط بقى في السنغال نخبط في الكاميرون نخبط في الجزائر نخبط في المنتخبات الثقيله السنغال زي ما حصل فطبعا دي خطا كبير احنا وقعنا فيه ثاني حاجه ان احنا نفتح باب الاحتراف انه شفنا منتخب المغربي تقريبا بنتكلم على 90% منه الناس محترفه بره في اوروبا فعشان كده هو جاي بعقليه ان انا راجل جاي بنافس بلعب للمكسب مش جاي بلعب ان انا على قد ان انا اكسب ماتش وخلاص واروح لا انا جاي العب لاقصى فتره ممكنه في تجانس ما بين اللعيبه فده لازم افتح باب الاحتراف ما ينفعش ابقى افتح باب للانديه الكبيره ان هي تكوش على اللعيبه وتفضل محتفظه بيها على الدكه فده يقلل المستويات احنا رحنا لعبنا كاس عالم 2018 وكان معانا مهاجم هو ما بيلعبش اساسي في فريقه وده ادى للشكل اللي احنا ظهرنا بيه في كاس العالم ان احنا هجوميا مفيش هجوم فلما تبقى فاتح لما تخلي الانديه عدد معين من اللعيبه ما يبقاش فيه مفتوح ان انت تجيب 25 و30 وتقعد وتقعد على الدكه تجيب افضل لعيبه تقعد على الدكه هنشوف انديه بتطلع مهاجم
تقيل جدا مثلا 90% وتنزل مهاجم 90% برضه هو مهاجم تاني. طب الفرقه التانيه هتنافس ازاي؟ يعني فرق في الدوري لازم الدوري يبقى فيه تنافسيه. بنشوف الدوري في كل العالم بتكسب مره بتكسب اثنين بتكسب ثلاثه، لازم نخلق حاله من التنافسيه في الدوري المحلي بتاعك وتعتمد على عدد كبير من المحترفين او تسيب المحترفين او تسيب الانديه تفتح باب الاحتراف في الانديه. دي دروس كلها عشان بعد كده نقدر نعمل حاجه. بنتمنى ان احنا نستفاد من الدرس اللي شفناه من المنتخب المغربي. طيب لو هنتكلم عن مباراه النهارده، يعني في ناس كتير شايفين مباراه النهارده دي مش مواجهه بين فرنسا والارجنتين، لا هم شايفينها مواجهه ما بين ميسي وما بين كيليان امبابي. انت شايف المباراه النهارده هتكون عامله ازاي؟ هو بصي، هو طبعا يعني ما ينفعش نختزل فرنسا في امبابي بس، وما ينفعش نختزل الارجنتين في ميسي بس، رغم التاثير الكبير اللي اتكلمت عليه في بدايه الحلقه لميسي، ولكن هو قدر يطلع من المنظومه دي او من العناصر دي اللي هي مش افضل حاجه، اللي هي مش بتلعب في اكبر انديه، اللي هي مستوياتها مش احسن حاجه في الدنيا، ولكن قدر ان هو يخليهم كل لاعب في المنتخب الارجنتيني بيطلع 150% من طاقته علشان خاطر نفسه اولا، وعشان خاطر المنتخب الارجنتيني، عشان خاطر الراجل ده ليونيل ميسي يستحق ان هو يتوج بكاس عالم. ما ينفعش مسيره تاريخيه، مسيره حافله بالانجازات والارقام والحاجات الاسطوريه دي، ما يبقاش معاه كاس عالم. يعني مارادونا معاه كاس عالم، الراجل ميسي لازم ياخد كاس عالم. هم كمان في الارجنتين عملوا حاجه جميله قوي قبل المونديال، عملوا اعلان ترويجي للمونديال، قال لك ايه؟ بقوا يقارنوا كل حاجه حصلت 86 بكل حاجه بتحصل دلوقتي. يعني قال لك 86 كان فيه كذا وكذا، قال لك طب ما 2022 فيه كذا وكذا، قال لك 86 ما كانش فيه فلان، قال لك و22 ما فيش فلان. الاعلان ده من قبل البطوله عملوه حلو قوي، فكان عندهم حاله من التفاؤل. بعد اول ماتش الناس اتصدمت شويه في فكره ايه الهزيمه من السعوديه، رغم ان هم سجلوا 3 4 اهداف اوف سايد، بس الناس اتصدمت شويه، ولكن بعد كده الارجنتين استفادت من درس السعوديه، والخساره لما بتيجي لك في الاول تفوقك شويه، يعني الناس كانت مستهينه بالدنيا شويه وبدات مش احسن حاجه، ولكن قدرت الارجنتين تعمل نسق تصاعدي في البطوله على مستوى الاداء الفردي والاداء الجماعي للفريق، بقت منظومه بيقودها ميسي، بقت اغلب الفرق دلوقتي بتلعب على ميسي، ان انت بتلعب عليه مان تو مان او 2-1 علشان تحرمه من استلام الكوره وان هو يتصرف فيها، ومع ذلك بتلاقي الراجل بيستلم الكوره في ضغط 2 و3 وبيقدر ان هو يخلق لك فرصه برضه، يخلق لك مساحه او يخلق مساحه لزميله، ان هو مثلا جولين الفاريز بنشوف ان هو بينطلق بسرعه كبيره. شايف ان دي افضل نسخه لميسي في كاس العالم او في كوس العالم اللي شارك فيها؟ هي دي بالارقام افضل نسخه، بالتساوي طبعا مع 2014 لما اخد رجل المباراه 4 مرات، السنه دي برضه 4 مرات واخدها، مساهم في 5 اهداف، مسجل 5 اهداف، 3 اهداف في الادوار الاقصائيه لاول مره في تاريخ ليونيل ميسي اللي كان قبل كده ما بيسجلش في الادوار الاقصائيه. فالارقام اللي بيعملها دي يعني انا شايف يستحق ان الراجل يتوج، هيبقى من الانصاف من كره القدم ان هي تعطي وجهها لميسي. تتكي على الارجنتين هي اللي تكسب يعني النهارده. ما انا بقول ايه، عارفه خلي بالك انا كل الكلام ده بره الفنيات، يعني انا بقول انه من الانصاف ان كره القدم ما تعطيش ظهرها لميسي، يعني ما ينفعش النهارده الكوره ما تدلوش وشها ما تضحكش لميسي، لازم الظروف تبقى مهيئه معاه، لانه على الورق وفنيا فرنسا اتقل بكتير جدا. يعني فرنسا لو نزلت بالبودله هنقول ان الماتش ماشي، يبقى الماتش كده 70-30 للارجنتين، ده لو فرنسا لعبت بالبودلة بتاعهم. انما فرنسا بالاساسي يعني لا، اتقل بكتير جدا، ومش بس مبابي، يعني الناس شايفه مبابي لا، طب شوف يا جماعه جريزمان من افضل اللاعبين على مستوى البطوله، اللي بيأدي دور تكتيكي، ده مهاجم، انا ما اعرفش ازاي ده مهاجم. الناس فعلا شايفه ان جريزمان لا، على مستوى كاس العالم شايفين ان هو يعني مقدم كاس عالم ممتاز، وشايفين في ناس مقتنعين جدا بيه اكتر كمان من مبابي. هو يستحق جايزه افضل لاعب في العالم بعد ميسي. يعني انا شايف النهارده هو كده ميسي هياخد جايزه افضل لاعب في كاس العالم. ليه بقى؟ لو كسب يبقى هو خلاص كسب فرقته ووصل كاس عالم، لو خسر فانا اعتقد ان اللجنه المنظمه هتبقى بتحاول تراضي ميسي بالجايزه دي، ولان طبعا مفيش اي حاجه هتعوض عن اخفاق كاس العالم. جريزمان مقدم بطوله من اروع البطولات، لان الراجل ده اصلا مهاجم، يعني الراجل ده في المنظومه بتاعه اتلتيكو مدريد هو بيلعب مهاجم رقم 9. انا في مباراه واحده جريزمان بيلعب 9 و10 وبيلعب 8 وبيلعب 6، كل الادوار دي 4 ادوار بيقوم بيها في نفس الماتش. ديفندر في بيطلع الكرات، 8 ده بيطلع بالكره من ورا لقدام، وبيلعب 10 بيصنع فرص لزمايله وبيتواجد في منطقه الجزاء. انا بشوف تشوف الخريطه الحراريه بتاعت جريزمان بتلاقيه منتشر في كل الملعب. يا ابني انت في ايه؟ انت حتى بعينك من غير ما تبص على ارقام بيطلع بيشتت، يعني شفت ماتش المغرب بيشتت الكوره في ال 18. طب انت ازاي مهاجم؟ يعني فين اطلع يا عم قدام؟ انا زهقت، انا كراجل قاعد بتفرج، فما بالك اللعيبه بيوصل رساله للمنافس ان هو ايه، انا موجود في كل مكان. فهو جريزمان من اكتر اللعيبه المؤثرين جدا في منظومه منتخب فرنسا. جيرو
هدف التاريخي للمنتخب الفرنسي بالارقام، ديمبلي الناحيه اليمين سرعات جنونيه، اوفرات مظبوطه، فتشاوميني جوهره نص الملعب لريال مدريد سرقه كده بال 100 مليون، يعني الراجل ده سعره بعد كاس العالم هيتضاعف، فلسه سنه صغير ولسه جيل منتخب فرنسا عامه معدل اعمار قليل باستثناء جيرو وجريزمان. فعلى الورق منتخب فرنسا تقيل جدا، ومش بس مبابي، مش بس مبابي، ولكن في نقط ضعف لمنتخب فرنسا، في نقط ضعف. ازاي شايف انه ديشام يقدر يحد من خطوره ميسي؟ على الجانب الاخر ازاي شايف سكالوني ممكن يوقف امبابي؟ هل شايف ممكن مثلا يلعب بثلاثه ورا عشان يقدر ان هو يوقف كيليان امبابي؟ ايه اللي ممكن يعمله المدرب ده؟ وايه اللي ممكن يعمله المدرب ده؟ هي دي نقطة هنخش في خلينا نخش في التشكيل المتوقع، بس أنا بقول إنه دي الميزة اللي في صالح الأرجنتين. امبابي تقدر توقفه، تقدر تحد من خطورته عكس ميسي. امبابي شفنا المغرب قدرت إن هي تحد من خطورته قدر الإمكان، باستثناء طبعا فترات اللي هي في آخر الشوط الثاني لما اندفعوا كلهم للهجوم فبقى في مساحات للملعب. امبابي تقدر إن أنت تحط عليه الباك ما يتحركش، وتحط معاه ديفندر من نص ملعب يغطي معاه، فبحيث ان انت ما يخشش السباق دايما واحد على واحد. اللي حصل برضو في مع فرنسا هو انجلترا في دور الثمانيه قدر كايل ووكر ان هو يوقف خطوره امبابي قدر المستطاع، ما شفناش تاثير كبير ليه في مباراه انجلترا، وبالتالي امبابي تقدر توقفه عكس ميسي. فدي النقطة الوحيدة اللي هي السيناريو الوحيد تقدر انت تستغله كمنتخب ارجنتين. ميسي بقى تخش عليه بواحد او اتنين، لا بيخش يصنع فرصة عادي لانه عنده المهارة والجودة. لعيبة فرنسا مش حلوة في الكرة على الارض، الكرة على الارض دي هي ميزة بقى ميسي، لان اغلب اللعيبة كمان بتتميز بطول القامة، فميسي لما بياخد الكرة وهيستلم ويلف دي بتبقى سهلة جدا وبتبقى صعبة على اللعيب الطويل. فدي نقطة إيجابية لميسي، غير كده إن هو لو ضغط على ميسي باتنين فده هيخلي فيه مساحات كبيرة جدا لنص ملعب المنتخب الأرجنتيني، سواء بنتكلم على رودريجو ديبول أو ماك أليستر، في إن هم يوصلوا الكورة لجوليان ألفاريز إن هو ينطلق بسرعته ويفتح مساحة في عمق الملعب يدخل أهداف. شفنا مش صعبة تتعمل لأن المغرب عملتها، المغرب طلعت كذا فرصة خطيرة على منتخب فرنسا، ولولا إن رزاق حمد الله ما كانش في فورمته أو في المستوى المعهود ضاعت الفرص دي على منتخب المغرب. فدي تقدر تعمل ده على فرنسا، يعني فرنسا مش شايل فدي بكلمك في نقط ضعف ان هي على الارض ان تقدر تخترق من عمق الملعب، ان لما هيبقى امبابي وسيو هرنانديز ضاغطين من في جبهه الشمال تقدر هيبقى عندك مساحه، لان هيضطر الديفندر ان هو يخش يغطي على سيو هرنانديز ناحيه الشمال، فهيبقى في مساحه في عمق الملعب. كل دي حاجات نقط تقدر الارجنتين تستغلها، لكن على الورق زي ما قلت لك وفنيا كل الحاجات سيناريو لازم كل السيناريو بتؤدي الى فوز فرنسا. لو هنفتكر مع بعض في 2018 مواجهة فرنسا والأرجنتين وقتها، يعني فرنسا كانت متفوقة جدا في المواجهة دي، كانت وصلت 4-1 وبعدين الأرجنتين قدرت خلال المباراة ان هي ترجع شوية والمباراة انتهت 4-3 تقريبا. 4-3 شايف الفرق ما بين المواجهتين ايه؟ الفرق ما بين مواجهة 2018 و2022 هي تتشابه الى حد كبير، ولكن تختلف فكره ان انت ده في دور ال 16 وده في النهائي. المباريات النهائيه ما بيبقاش فيها الانفتاح الكبير ده، ما بيبقاش فيها عدد الاهداف دي، ما فيش. انت بتتكلم يمكن النهائي اللي فات بس 2018 عشان كان فارق كبير جدا ما بين فرنسا وما بين كرواتيا، ولكن 2014 1-0 في اكسترا تايم، 2010 1-0 في الاكسترا تايم، 2006 0-0 1-1 ضربات جزاء، 2002 2-0. فبنتكلم النتائج كلها، النهائي ده دايما بيبقى كل فريق عنده حرص كبير بالزبط. وملتزم ومنضبط دفاعيا عشان خاطر ما يستقبلش اهداف، لان الهدف بيبقى صعب تعويضه. فمنتخب الارجنتين ممكن يلعب على النقطه دي، فكره ان انت تقفل المساحات بتاعتك قدر المستطاع، ما تسيبش فرصه لفرنسا ان هي تهاجم، خاصه من ناحيه امبابي والناحيه الثانيه برضو. انا يعني شايف خطوره فرنسا من طرفين الملعب، ديمبلي ومبابي، لو قدرت ان انت تسيطر عليهم هجوميا هتقدر ان انت تقدم جيم كويس، تقدر ان انت ما تستقبلش اهداف. دي النقطه المميزه بالنسبه للارجنتين، والتاريخ كمان مع الارجنتين، يعني المنتخبات اللاتينيه والمنتخبات الاوروبيه اتقابلوا 10 مرات في النهائي، المنتخبات اللاتينيه كسبت 7 والاوروبيه كسبت 3. يعني الارجنتين كمان خدت قبل كده كاس عالم على حساب فرق اوروبيه، ولكن خسرت كاس عالم 2014 وخسرت كاس عالم 90 على ايد المانيا، ولكن التاريخ في المواجهات عامه بيميل لصالح الارجنتين. برضو المواجهات ما بين فرنسا والارجنتين 12 مواجهه، الاغلبيه اغلبيتها انتصارات صالح الارجنتين، فالتاريخ والارقام بتميل للارجنتين، والواقع بيميل ولكن الواقع للاسف فرنسا. بيميل لفرنسا، ولكن بالزبط. احنا كلنا متعاطفين علشان عايزين الراجل ده ياخد بطوله، عايزين ميسي يتوج بلقب. ما كانش الناس متفائله برضو ان الارجنتين تقدر توصل للمرحله دي على فكره، صحيح. يعني بالاسماء اللي موجوده عنصر الموجوده، ولكن احنا عايزين ناس كتير عايزه ميسي يفوز، صحيح. وفي منهم ناس فرنسيين وده الغريب،
تصريح غريب جدا لديدي ديشام ان هو قال انه بعض الفرنسيين بيتمنوا فوز ميسي على منتخب بلادهم. تصريح سمعته قبل كده في حته؟ يعني شفت قبل كده حد ممكن يقول حاجه زي كده، او شعب ممكن يتمنى انه بلده تخسر امام منتخب اخر او بلد اخر؟ هو ده من الحاجات الحلوه في كره القدم، انه شوف ان انا رغم ان منتخب بلدي بيلعب، ولكن عشان عارف ان اسطوره كره القدم ليونيل ميسي اخر كاس عالم ليه، وان هو ممكن ما يوصلش خلاص، ما يلعبش كاس العالم اللي جاي، حتى لو لعب كاس العالم الجاي مش هيبقى الدور المؤثر مع فريقه. خلاص هو دي اخر فرصه، فبالتالي بتخلي الناس عندها نوع من التعاطف شويه مع ميسي، وان هو يتوج بكره القدم لانه بيتوج كاس العالم، ان ده هيبقى جزء من حلاوه القصه بتاعت ميسي، ان هي تنتهي نهايه طليق بالراجل ده قدمه في عالم كره القدم. يعني ولكن اذا ما قدرش ان هو يفوز، ده ما يقللش طبعا من ميسي وما يقللش من امكانياته. تعاطف الفرنسيين زي تعاطف العالم كله، ناس كتير جدا من العالم كلهم متعاطفين اصلا مع الراجل وعايزين ان هو ياخد كاس عالم، لكن على الارض الملعب ممكن يبقى صعب شويه تنفيذ ده، لكن ان شاء الله يقدر ان هو يقود فريقه ويقود الارجنتين ان هو ياخد كاس العالم لانه يستحق بصراحه. يمكن انت شايفه تعاطف، يمكن في ناس ثانيه شايفه ان تصريحات زي كده تصريحات غريبه وما كانش يعني ينفع ان هي تتقال من هو ديشامب عامل ازمه، لان هو كمان حتى في تصريحاته على رده على الصحفيين على موضوع بنزيما وبتاع، فهو راجل واضح ان هو قلقان جدا برضه. هو عارف ان هو بيلعب ارجنتين منتخب برضه وصل فاينل ما ينفعش يستهون بيه، عنده هو كمان اصابات في خط الدفاع برضه، والناس بتتكلم على فيروس منتشر في صف الدفاع المنتخب الفرنسي، فممكن يبقى عنده غيابات في الدفاع النهارده، فهو برضه قلقان. فواضع ده في تصريحاته، الناس بتساله على كريم بنزيما قال لهم ما بحبش اتكلم عن لعيب مش موجود، انا عندي اللعيبه بتاعتي. فدي برضه تصريحات، انت راجل بتتكلم على راجل نجم الكره الفرنسيه والمتوج بالكره الذهبيه، ما ينفعش اتجاهل بشكل تام في تصريح العالم كله بينقله. فواضح من تصريحات ديشامب ان هو قلقان شويه. ايه افضل سيناريو ممكن يحصل النهارده للارجنتين، وايه افضل سيناريو ممكن يكون لصالح فرنسا النهارده؟ ما هو كل السيناريوهات لفرنسا، كل السيناريو، كل السيناريو، لكن في السيناريو الوحيد اللي ممكن يحصل الارجنتين حلو، ان هم يقدروا في عمق الملعب يستغلوا واحده في بدايه الماتش لميسي، او ميسي يعملها لجوليان الفاريس تخش جون، وهوجو لوريس نقطه ضعف المنتخب الفرنسي، حارس المرمى نقطه ضعف كبيره جدا، يقدر ان هو يشوط من بره 18 ويعمل اي لقطه تخش جون، خلاص نموت نفسنا كلنا في ال 18 دلوقتي اللي بقى، احنا هنموت هنا. هقفل لكم كلنا هنا. ماتش قتالي، يبقى ماتش بقى فعلا اللي هو انا كل كوره، انا مش هخلي امبابي او ديمبلي يبقى عندهم المساحه او الرفاهيه ان هم يعملوا لو وصل ضربات جزاء. لا انا بقول لك نقطه ضعف فرنسا في حرس المرمى، انا اشوف مارتينيز قدم يعني لو وصلت ركلات ترجيح في الاخر هتكون للارجنتين. الارجنتين تفوز، ولكن يعني ده سيناريو، يعني ده سيناريو صعب يعني شويه. هو التوقع الصح ان هو لا فرنسا المفروض تكسب، ولكن احنا ان شاء الله الارجنتين تكسب، وان شاء الله ميسي ياخد كاس العالم ويرفع كاس العالم. المشكله انت توقعاتك بتصيب، فانت متوقع ان فرنسا هي اللي هتفوز. هو ده المنطقي، ده المنطقي، دي توقعاتك. لكن انا اتمنى الارجنتين بالسيناريو اللي انا قلت لك عليه ده، 1-0 ونقفل على الماتش الوقت اللي باقي. يا كلها كام ساعه وهنعرف مين بطل العالم، كاس العالم 2022 اكيد. كلنا متحمسين جدا، بشكرك جدا. شكرا يا انجي، مبسوطه ان انت كنت معايا النهارده. عطيه عبد الخالق، ومشاهدينا دي كانت حلقتنا النهارده ساعات، وهنشوف مين بطل كاس العالم ل 2022 لكاس العالم 2022. اشوفكم بكره ان شاء الله في حلقه جديده، ودايما نهاركم ابيض بخطين حمر.